السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كبقيتو تنتمنى أنكم تكونوا على خير وبخير وأحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نجربوا الريزين على صينية ديال الخشب اللي جات حتى هي تحفة وجات جميلة وراقية. وسبق لي ودرت واحد صينية ديال البلاستيك حتى هي جربت عليها الريزين وتا هي جات تحفة. إلا بغيتو تشوفوها بركو على ديك الإي وغادي تشوفوا الفيديو. وهذه هي الصينية ديال اليوم اللي تتشوفوا معايا، كي جات روعة. وشوفوا الألوان اللي جاو فيها مختلطين، عطى ديك اللون الأزرق ولكن أنا درته باللون الرمادي، ولكن مع الكاميرا تنظن أنه عطى شوية الأبيض مع الرمادي، عطى ديك اللون. يلا معايا باش نشوفوا كيفاش درنا لهذا البلاطو. نبداو على بركة الله. غادي نحتاجو صينية ديال الخشب، انتما لاحظتوها عادية ارخص ما كاين، لان من بعد حنا غادي نعطيوها حلة جديدة. اذا غادي نحتاجو فيها 35 سنتيمتر على 27 سنتيمتر، وانتما تكبروا او صغروا القياس ديالكم. غادي نحتاجو لهاد القفازات او الليقات، وغنحتاجو لهاد الماسك. اول حاجه غادي ندير، خديت سكوتش ودرته من التحت. ربما قلت غادي يهبط يخرج الريزين من التحت، اذا فضلت انني ندير سكوتش. غادي نحتاجو دابا غادي نستعملو، غادي نبداو في الريزين. غادي ناخد الريزين، خديت الا والبي، هذاك الا هو الريزين والبي هو المصلب، باش نخلطوهم من بعد، وهما ما تيكونوش متقادين، واحد تيكون متفاوت. ها انتما الريزين فيه 200 غرام هو الا، والمصلب فيه 120 غرام. اذا هذه المره خديت الميزان باش نعبر به. اذا في الاول غادي ناخذ الا هو الريزين، وغادي ندير القياس ديالي، ومن بعد غادي نزيد عليه المصلب اللي هو البي. صافي، من بعد درتهم في كاس واحد، خلط درتهم هنا بزوج، وغادي نخلط لمدة 3 ديال الدقائق على الأقل. في الاول غادي ناخذ الفرشاه وغادي ندهن هاد الصينيه ديال الخشب، لان الخشب ما خصناش نحطو عليه الريزين في الاول، من الاحسن اننا ندهنوه باش يشرب ديك الخشب، يشرب ديك الريزين، وهكاك باش ما يديرناش من بعد ديك الفقاعات منين نخويو عليه الريزين. غادي ناخذ الكيسان وغادي نبدا نفرق فيه ديك الريزين، غادي على حسب الالوان اللي غادي نستعمل. اذا غادي ناخذ 3 د الكيسان وغادي نقسم فيهم هذا الريزين هذا. غادي ناخذ اللون الابيض، غادي نخلطو، غنديرو في كويس، ومن بعد غادي ندير اللون الاسود، وغادي ندير اللون الذهبي. وعلى فكره تقدروا تستعملوا المساحيق ديال الميكاب ديال المكياج ديالكم الا عندكم قديم، استعملوهم في هذا الريزين حتى هما نقدروا نصلحوهم.
غادي ناخد كاس وغادي نصب فيه ديك الالوان بثلاثه بيهم واحد فوق واحد، ومن بعد عاد غادي نديرهم في ديك الصينيه. اذا غادي نبدا نحرك في الصينيه على هذا الشكل كما تلاحظوا. كما شفتوا وديك البقايا ديال الالوان غادي نزيدهم، ومن بعد غادي نبدا نخلط. غادي ناخذ ديك السشوار وغادي نبدا ندفع به ديك الالوان، وعلى طريق على هذه الطريقه هذه. وانا تندير اولا باش يحيد لنا الفقاعات ديال الهواء اللي تيكونوا باش يزولوا، وفوق ديك الشيء باش انا ندير المزج الالوان بعضياتها باش هكاك تيدخلوا الالوان مع بعضهم، وغادي تشوفوا الشكل. وانا تندير هكا على حساب عينيا، وانتم تتبقوا دائما تيبقى الابداع، لان مع هذا الريزين هذا انتم تتشوفوا على حسابكم على حساب اللي غادي يعجبكم، وانتم تتمشيو هكا بهاد السشوار هكا. وفي الاخر غادي نستمر حتى نشوف الطريقه اللي غادي تعجبني في الاخر. هانتوما تتشوفوا الطريقه باش ندير الالوان تدخل بعضياتها، ولكن مع ديك الريزين راه تيدير شغالو حتى هو. من بعد هنايا تناخذ ديك لافلام ديك النار، وتنبقى ندير به بديك لا طوغش، غنبقى ندير به نحيد به الفقاعات، لان الا كان الهواء ما بغاش يزول بديك السشوار نقدروا نستعملوا هذاك ديال لا طوغش ديال الحلويات. هنايا غادي نستعمل ديك الالوان الكحوليه، انا بغيت لان ما عطانيش الشكل اللي بغيت في ديك الصينيه، بغيت نزيد هاد الالوان هاد النقط هادو. وغادي نشوف انا تنشوف معكم التجربه، لان هادي راه ما مجرباهاش من قبل. اذا تندير تجربه في نفس الوقت معكم، وتنشوف على حساب عينيا وعلى حساب اللي غادي يعجبني. انا غادي ناخذ واحد القطعه ديال العود، وغادي نبدا ندير به هاد الاشكال هكا امواج. غادي نبقى تندير تموجات بهاد العويد هذا، وانا تنشوف على حساب شنو غادي ندير والشكل اللي غادي يعجبني، لان هاد الريزين هذا تتبقى كما قلت تبقى لكم الابداع على حسابكم نتوما وعلى حساب شنو تتحبوا تشوفوا. كما تتشوفوا معايا الشكل، غير منين درت له ديك اللون الابيض وخلطته شي كيجه. تقدروا تخليوه في ديك الشكيل في الاول، ولكن انا فضلت بغيت نزيد نشوف نخرج شكل واحد اخر ربما يكون افضل من هذاك الشكل اللي عطاني. اذا بغيت نزيد هاد الالوان هادو بعضياتهم، تنزيد نقاط وانا تنستمر ودرت هاد الالوان هادو. من بعد غادي نزيد عاوتاني اللون الذهبي من الفوق، وغادي نشوف الشكل اللي غادي يعطيني. ملي حطيت هاد الالوان هاد النقاطي، قلت عاوتاني نشوف نجرب بهاد العود هذا. غادي ندير خطوط وانا تنستمر حتى نشوف تنستقر على الشكل اللي غادي يعجبني في الاخر.
إذن انا غادي نستمر وتنشوف الشكل، مازال ما استقريتش على الشكل اللي غادي يعجبني. هنا بدا مره ندير بديك الحراريه داك السيشوار، وفي الاخر جاتني انني عاوتاني غادي ندير حركات دائريه على هذا الشكل ونشوف الشكل شنو غادي يعطيني. إذن هذا هو الشكل، عجبني في الاخر، عجبني الشكل ديالو منين درت له هاد الدوائر، هاد الشكل دائري خليته. إذن ما غاديش نقدر نزيد كتر من هاد الشيء. تنتمنى تنتم يعجبكم. شوفوا الشكل ديالو كي جا روعة عن قرب. شوفوا الشكل هاد الدوائر كي عطاتنا هاد الريزين شنو عطانا منين درت هذاك بحركات دائرية. هذا هو الشكل اللي عطاني. إذن عجبني هاد الشكل وبغيت نخليه هكا. ما بقى لي إلا غادي ندوز عليه السيشوار باش نحيد لك هنو فقاعات ديال الهواء غير من الفوق. هانتوما تلاحظوا ما خصنيش نقرب باش السيشوار ما يغيرلوش الشكل ديالو. غادي نخليه ينشف 24 ساعة وغادي تشوفوا كيفاش جا من بعد من ينشف. وفي الاخر غادي ندير شويه ديال الريزين وغادي نزيد عليه ديك اللامع، وغادي ناخذ فرشات باش غادي ندهن ديك الجوانب من الداخل ومن على برا وحتى من التحت باش يعطينا الشكل النهائي ديال هاد الصينيه باش تجي نقيه، وحتى الريزين باش هو تيقبط فيها باش هكاك تيشرب ديك الريزين وتكون عندنا الصينيه ديالنا نصلح اننا نمسحوها او نغسلوها الا حبينا نغسلوها. اذا غادي ندير لها حتى من التحت باش غادي يجي الشكل ديالها نهائي على هذا الشكل. غادي تشوفوا الشكل ديالها كي جا روعه، ونقدروا نستعملوها للقهوه، الاتاي، الشاي، لاي حاجه نستعملوها. اذا غادي تكملوا معايا الفيديو الاخر وتشوفوا الشكل ديالها النهائي كي غادي يجي. صافي، ومن بعد غادي نحيد من اللور، غادي نحيد هذيك السكوتش وغادي ندهنها عاوتاني، وغادي ندير ديك السيشوار باش ينشف باش يحيد منها الفقاعات. وصافي، وهذه هي المرحله الاخيره ديال هذه الصينيه. وفي الاخير هذا هو الشكل ديالها النهائي. تنتمنى انكم تقولوا لي الراي ديالكم في الشكل ديالها كي جاكم. وهذا المزيج ديال الالوان، مع انني اختاريت الاسود والابيض والذهبي، ولكن شوف اللون اللي عطى الوان اخرى. هذا المزيج ديال الالوان تيعطيك الوان اللي ما تتوقعهاش، والشكل حتى هو ما تتكونش متوقعه، واخا تكون عندك فكره انك غادي دير واحد الشكل في راسك، ولكن في الاخير تخرج اشكال اخرى وتقدر تبدع في هاد الاشكال في هاد الريزين. شكل جميل وراقي وجميل، وعجبني عجبتني هاد الصينيه ديال اليوم اللي شاركت معكم في نفس اللحظه. ما كانش عندي فكره مسبقه باش ندير شي شكل عليها. اذا خرج لي هاد الشكل وعجبني هاد الشكل النهائي ديالها. تنتمنى انتم يكون عجبكم، ولا عجبكم هاد الشكل ولا عجبكم الفيديو ديال اليوم. تنتمنى انكم تقولوا لي الراي ديالكم، وما تنساونيش باللايك
المشاركات، وبالنسبة لي أول مرة تيشوف القناة وعجباتو القناة نقول لكم مرحبا بكم. وما تنساوش أن اللي شافوها أول مرة وعجبتهم القناة ما يتردوش أنهم يديروا الاشتراك، ونقول لكم تلقاو فيديو آخر بإذن الله، وغادي ندير أشكال أخرى وعلامات صياغة واحدة أخرى، غادي ندير مواد أخرى، دابا درنا على الخشب، مرة أخرى غادي ندير على الحديد. إذن غادي ننوع إن شاء الله ونديروا على أشكال أخرى بإذن الله. وقولوا لي إلا بغيتوا شي شكل واحد أخر، غادي ندير تاع الحمام إن شاء الله حتى هو، كل شيء بوقته. إذن تبارك الله عليكم، نقول لكم تبارك الله عليكم الغزالات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.